يعني اليوم ستكون فقرتنا فقرة الإبداع المنزلي، فيها الكثير من الجمال والغرابة في ذات الوقت. يمكن قليل من سيدات البيوت اللي فكروا فعليا أنه يستثمروا علب التونة الفارغة. عادة إحنا اعتدنا أنه نلقيها في سلة المهملات بمجرد الانتهاء من استخدامها، لكن اليوم سنتعلم كيفية إعادة تدوير علب التونة مع اختصاصية الإبداع المنزلي حنين عبيدات. أهلا وسهلا فيك حنين. أهلا فيك إسراء. يسعد صباحك حنين. صباح النور على. يعني علب التونة وحاملات شموع على الأغلب، فخبرينا شو محضرتينا يا حنين؟ اليوم راح نستخدم علب التونة زي ما حكيتي الفارغة، طبعا ممكن كمان علب أي علب الحديد الألمنيوم أو الحديد، أنا ما بعرف صراحة نوع المادة، أعتقد ألمنيوم. ألمنيوم لأنها طرية كمان يعني ممكن تثقبيها بسهولة، فراح نستخدمها ونعمل عليها شكل شموع تتعلق في تعليقها في البيت. حلو. راح نستخدم علاقة خشب تكون خشبية يفضل، عشان أنا اخترت اللون الأحمر فمع اللون الخشبي بيطلع حلو. حلو. علب تونة راح أستخدم 6 علب تونة، واحدة منهم حتكون كبيرة والباقي صغار. عندي الشموع برضو اخترت لون أحمر، بدنا ملاقط غسيل الصغيرة. حلو. خيطان خيش وهذا الورق الملون اللي حسب أنت إيش عندك اللون اللي حابة تعملي. هلا شو رح اعمل؟ انا رح اغلف داير علب التونه كلها باللون الاحمر هذا اللي عندي، بس رح ارسم هلا شكل مستطيل بالقلم لاحدد قديش سماكته. رح اكمل رسمه. بدي أقصهم بالمقص هلا. هلا رح تكون الفكرة عبارة إنه العلاقة ينزل منها معلقات بالملاقص وحبل، ويكون تحتيه علب التونة مع الشمع. نعم. رح نغلف كمان الملاقط باللون الأحمر. يمكن أنا أول شيء خطر لي إنه كيف وديتي ريحة الزنخة؟ صراحة متعبة. بس يمكن نقعهم بكلور بيكفي. آه نقعتهم. لا تمام يعني وضعها. لأنه بالفعل يعني كثير من السيدات بتغلب. ما بيفكروا بهذا الموضوع بسبب ريحة صحيح. الزنخة اللي بتبقى بالعلبة بعد التونة. هلا رح أثبتهم بالسيليكون، بس قبل ما أثبت رح أفتح فتحة ثقب هون صغير على أساس الخيطان الخيش تدخل منه، لأنه إذا عملته من الطرف رح يطلع مايل. كثير طريه هي بسهوله بتنتقل. هلا رح اثبت الكرتونه. تثبيت بسيط يعني من البدايه والنهايه، ما بدنا نكتر سيليكون. بتحبي التونه اسراء؟ بحب التونة مع الليمون، صحية جدا بعدين. صح. يعني للدايت بتنفع. التونة اللي بالمي مش بالزيت. حلو الموضوع انها سهلة التحضير. اكيد. استثمارا للوقت. هلا الزايد رح اقصه. الاوراق اللاصقة عادة ممكن انه تزبط على الالمنيوم؟ جربتي يعني انت استخدمتي هون كرتون، بس ممكن مثلا لو جبتي اوراق لاصقه بتسهل علينا او بتوفر ممكن. استخدام السيليكون ممكن؟ ممكن صح. هلا حقص الزايد انا هون. رح اكرر هلا نفس الطريقه لباقي العلب. لازم ادخل الشكلات انا. بس يا حنين شكلك انت بتحب التونه كثير لحتى خطرت ببالك هاي الفكره استثمارا للعلب. صح والله، هو وقت بتحسي اسهل شيء للتحضير على قولتك. وانا عشان كثير كسوله فصار عندي علب كثير. هلا هي حجمها مختلف بتعمل حركه برضه.
هلا كمان في فكره ثانيه مو شرط بس المعلقه. بمرائط الغسيل بنلفهم على علبه التونه او بنحط شبره بسيطه يعني والشمعة بالنص. هلا اذا زاد معنا وقت رح اعملها. بتعرفي انا عجبتني كثير الفكره من ناحيه انه اصلا علب التونه من الاشياء المضره جدا بالبيئه. صح. بتخيل لو كل شخص بيحاول قدر الامكان انه يعيد تدويرها باي فكره كانت. صح. كيف ممكن انه مره عن مره نساهم ببيئه افضل قدر الامكان، خصوصا هاي الايام واحنا عم نعيش اجواء. صحيح. الاحتباس الحراري لكلياتها بسبب عدم تحلل كثير من المواد اللي اثرت على الغلاف الجوي. هلا ضل عندنا اخر وحده. فعلا هي مشكله البيئه يعني مرهقه جدا. يعني بتحسي هلا كل الشيء بتحضريه عم يحكي عن الموضوع. صحيح، كل بلادنا عم بتعاني من مشكله الاحتباس الحراري والكوارث مع البيئيه. مع الاسف صرنا نشوف بوادر يعني مضاعفاته بالطقس طبعا. يعني بذكر السنه الماضيه كان كثير برد بهذا الوقت. صحيح. ما بنغلف تحت، فقط على لا فقط دائرة. الاطراف لانه انت حتكون هاي على الحيط رح نعلقها احنا تعليق على الحيط. حلو. فهيكون هيك شكلها. فما حيبين من ورا. جميل. هلا الملاقط بنفس الطريقه حنغلفهم. انا غلفت مثلا جهه، رح اغلف هلا الجهه الثانيه نفس الفكره، رح ارجع ارسم. طبعا على عدد العلب حيكون عندنا الملاقط. بدي ارجع اثبتها هلا على الملقط. هاي الشكل هيك عندنا. هلا راح نمسك خيطان الخيش وندخلهم بالعلب. راح ارجع، انا عندي الفتحه مفتوحه من جوا بس على الكرتونه لا، راح ارجع افتحها. ندخل فيها السيليكون هاي. هلا رح ندخل الحبل، انا بدخله بالمقص عشان اسهل. بنربط ربطه صغيره حتى نثبتها من جوا. هاي هيك الشكل. هلا الشمعه برضو انا رح اثبتها مشان ما توقع، بس نتأكد إنها تكون يعني موازية للحبل. حلو. هاي الطريقة. حبيت. هلا أنا كنت عم بستنى أشوف كيف رح تحطي الشمعة. نفس الفكرة رح أكررها. ونثبت الشمعة. ما بتحتاج تلزيق ولا سيليكون ولا شيء الشمعة؟ لا انا حطيت سيليكون. لا هي بتثبت من غير سيليكون، يعني تفرجي هلا كيف هي ثابته هيك. بس يعني مشان ممكن توقع. لما تحركيها ممكن توقع، فالافضل انه نثبتها. كل الاصوات احنا بنطلع. احنا مسجبات معك. ما سامعين الاصوات. شوف كيف تطلع. صحيح. حابين نشوف النتيجة كيف حتكون. إن شاء الله تعجبكم. نفس العملية راح نكررها. هلأ صار عندنا هاي ثلاثة، هاي الرابعة. أنا ثبتها هاي المرات هيك شكله، في عنا آخر تنتين.
إسراء نفسك تشاركي حاسة؟ عبالي بس عم براقب. ما عندك ميول فنية إسراء؟ يعني كنت زمان، هي أحياناً الوقت ممكن بيخذلنا، بس بيجي عبالي مرات هيك بعمل شوية شغلات بسيطة يعني. مثل إيش؟ مرات مثلاً ممكن أغلف شيء معين من الأشياء الموجودة عندي في البيت، أعمل هيك شكل بس بطريقة بسيطة، مش ما تأخذ وقت. أعلى. هو أنا جديد صرت حب، ما كنت بحب كثير، بس فعلاً الوقت يعني ما كثير عم يساعد بهي الأمور، بس فعلاً أنا كثير عم مستمتع، صايرة بحس كل الطاقة السلبية يعني ممكن تفرغيها من خلال ما أنت تعملي حتى شيء بسيط، يعني ما ضروري ياخذ وقت كثير. صحيح، بخليك تركزي وتتأملي بذات الوقت. صح صح، أنا بحس أكثر شيء بيساعد على إنه يزيل التوتر الشغل الصوف، لأنه أنت بتستمر يعني بعملية واحدة فترة طويلة، يعني ممكن تقعدي عليها ساعة ساعتين نفس الحركة عم تعيدي. صحيح، فكتير عندك بتفرغ الطاقة السلبية وبتروقي، يعني بتروقي بعديها. حلو، وبتحسي طبعا في الإنجاز إنه آخر شيء يكون في عندك شغل. صحيح. بس هاي الأخيرة أنت ما حطيتي فيها شمعة؟ هلا رح أحط فيهم شمعات، بس هاي رح أعمل حبلها طويل شوي. أو التطريز كمان بصير حلو التطريز. هلا التطريز اللي احنا متعودين عليه صار صراحة موضة قديمة، يعني اللي انت هذا الإكسات إذا بتتذكريه. هلا في كثير يعني شغلات جديدة طلعت، تطريز 3D كثير حلو، عن جد كثير حلو. بس التطريز والصوف كثير مهم، على الأغلب يكون في رياضة معه يعني حتى تحركي، لأنه دائما بشكل واحد مثبتة لمدة ساعة أو نصف ساعة، الرقبة الكتف، فكثير مهم تتعب. الرياضة بهذا الشيء. هي آخر شمعة. رح أرجع هلأ أثبت الملاقط. والله طلعت تاخد وقت. راح أحط السيليكون هيك على الملقط مباشرة. وألزق الحبل. هلأ هي جاهزة عندي، وهي كمان جاهزة. حتى الملط أنا من جهة واحدة صراحة حطيت الكرتونة. الكرتونة حلو. من إحنا فكرتنا التدوير والاستثمار أي شيء ممكن يكون موجود عنا، فمن المهم إنه ما نصرف بأي. أنا هدول أصلاً الملاط عندي إياهم، ولأني بنشر جوا البيت فما بحتاجهم صراحة. حلو. هاي هيك، هاي هاي رح أقصها على طول هاي. عجقنا الدنيا اليوم، مش مشكلة على حسابك، المهم النتيجة. إن شاء الله تعجبكم. هاد لزقته بالعكس. هلا اخر واحد، هلا بس رح ارتبهم انا عشان اتاكد من الشكل. خلاص هيك. انا كنت عامله انه قصير، يعني قصير بعدين يصير يطول. اطول الحبال. حلو، عشان تعمل حركة. وهذا حتكون أطول واحد بالنص. لطيف بالوسط. هيك هاي في واحدة زيادة طلعت. هاي هي
أو ممكن أقصرهم شوي. لا منيح تمام هيك. بس هاي نقصها ونلزق عليها الملقط. هلا اخر شيء انا عندي شكلات راح احطهم هون على حلو تعطي اناقه الذهبي مع الاحمر كثير حلو. لازم يا شريطه يا ورود دائما معك حتى بتضيع فكره انه هاي كانت علب تونه. صحيح بتصير زي كانها يعني دائره او اسطوانه. بصير الواحد يفكر يعني انه شو هاي. صحيح. هلا ممكن تزرعي فيهم الصبر الصغير كثير حلو لانه ما بده مي وما بده فتحات باسفل الاوار فكثير حلو. فكره حلوه. هلا اخر شيء بس راح احط الملاقط زي ما هم اشبكهم على الترتيب اللي انا عملته. كويس ثبتوا. طبعا هي بدها ملاقط خشب البلاستيك ما رح ينفعوا ما حيزبطوا صح حينكسروا. لا مو بس هيك لانه اصلا انا عندي العلاقة خشبية فكشكل فكل الشكل الخشبي وبنصير نزيحها اذا حسينا شوي بعاد عن بعض. هاي لازم تكون بالنص. هاي الطريقة. يا سلام. هلا هم رح يتثبتوا على الحيط فما حيتحركوا. كثير حبيت الفكرة. رح نثبتها شوي على الكاميرا مشان بس نشيل السيليكون. هلا إذا كانوا على الحيط طبعا ما حيلفوا. هاي الطريقة. فكرة كثير لطيفة حنين عن جد. حبيتوها؟ حبيت أنا كثير. جميلة جدا وفعلا شتاء والشموع يعني بتحسيهم ما بيتفارقوا أبدا. شكرا كثير لك وفكرة رائعة وبالفعل يعني بنحاول دائما بنركز على فكرة التدوير وإعادة تدوير أي شيء ممكن نحن عم نستخدمه لحتى نحافظ على ونعيش ببيئة أفضل. شكرا كثير لك أخصائية الإبداع المنزلي حنين عبادات على هالفكرة اللطيفة. عفوا أنا حبيتها خلص رح آخذها. مقدمة. شكرا كثير لك. عفوا.